السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، رمضان كريم. اليوم إن شاء الله سأريكم كيف تضيف لوكيشن أي موقع على جوجل ماب. يعني أني جوجل ماب هذا هو لوكيشن تضع على الخريطة جوجل. جاي كيف تفعل هذا؟ إذا كان ليس معك جوجل ماب على الهاتف، ابحث عنه في App Store. امشي إلى App Store أولا. دائما يعني حاول أن تكون جوجل ماب هذا مشغول، يعني تحديثه دائما جوجل ماب. وهذا نراه هنا جوجل ماب، ابحث عنه يعني وحديثه. نسيبي موجود هذا معناه موجود هكذا. جيد، اولا اذا اردت ان تضيف ما اسمه خريطة ام لوكيشن موقع، عندك مدرسة، عندك مسجدا، عندك فتحت ما اسمه مطبع جديدة تريد يكون على الموقع جوجل، عندك شركة جديدة فتحت تريد ان يكون على جوجل، مباشرة تعال الى جوجل اريك كيف تفعله. جيد، اولا عندما تفتح هكذا يكون انت تريد زيادة مطاعم ام فنادق او مدرسة او مسجد مثلا، يعني تعال هنا. اذا لم يكن ما اسمه بروفايل، يعني اسمك انت لم تدخل بإيميلك، يعني ادخل بإيميلك مباشرة. تعال هنا، انزل تحت هنا. اول شيء تفعله انزل هنا، ترى هناك المساهمة. جيد، اضغط عليه هكذا. بمجرد تضغط عليه ترى هنا هذه الشاشة تأتي هنا تعديل الخريطة. يعني مثلا عندك خريطة، عندك مطعم وانتقلت من مكان الى مكان وتريد تعديل الموقع هذا، تدخل بهنا. وإضافة مكان، هذا مكان جديد لم يكن على الخريطة تريد أن تضيفه، تبدأ بهنا. جيد، هذا الذي نحن عليه، يعني اضغط عليه هكذا إضافة مكان وسيفتح هكذا. جيد، كما نرى يعني فتح. إضافة يعني نترك هذا، تعال إلى اسم المكان، يعني مثلا مدرسة نسميه مدرسة أكرا. جيد، تعالوا هنا إلى فئة، يعني فئة يعني فئتها، انظر إلى الفئة. هي مدرسة عبارة عن ماذا؟ شوف، هي مطاعم هنا، تسوق يعني خدمات أو فنادق وأماكن أو أنشطة في الهواء، يعني أشياء كثيرة. إذا لم تجد يعني الفئة التي تريد أنت ابحث عنه في فوق هنا، لكن هنا نحن نريد الفئة التعليم، نضغط عليه ونأتي هنا. المدرسة مدرسة أكرا أي مرحلة، يعني مرحلة ابتدائية أو مركزي أو جامعة أو حضانة أو رياض الأطفال، كلية أو مدرسة، يعني أنت تشوف ما يناسب، يعني في الفئة التي تناسب، يعني نقول مدرسة ابتدائية مثلا. جيد، إذا انتهينا من هذا ترى في عنوان المدرسة. الآن خذ العنوان. جيد، إذا نظرنا إلى هنا، انظر إلى هذا، يعني مثلا أنت لا تعرف كيف تأخذ العنوان، اضغط على هذا مباشرة سيمشي بك، أم ممكن تكتب يعني مثلا أكرا غانا مثلا. جيد، إذا رأيت يعني جاء هنا، شوف إلى هذا تعديل الموقع الجغرافي على الخريطة. جيد، إذا كان هذا يعني أنت لا تفهم
يعني كيف جاء هكذا، اضغط عليه، ممكن تعدله مباشرة، اضغط تمشي إلى المكان. يعني ممكن يعني تضيف هذا بغض النظر إلى أين أنت، أنت قريب إلى المكان أم أنت لست قريب إليه، ممكن تفعل. أما أنت في نفس المكان، يعني الآن أبحث عن المكان الذي يعني مدرسة أكرا هذا موجود. جيد، ابحث عن مكان، يعني مثلا نقول يعني أنت أي مكان، هذا نفعل هذا لي يعني لتعليم، ليس يعني ليس حقيقي يعني. جيد، يعني مثلا أقول مدرسة أكرا في أكرا ماريوت، نضع هنا وانظر إلى تحت هنا، ترى إلغاء أم تحت؟ تم. جيد، إذا اخترت المكان الذي المكان ما يناسب يعني اسم مدرستك، يعني مكان الذي يناسب مكان نفس المكان، أنت ابحث عن الخريطة، ممكن تمشي من يعني بكيلومترات كثيرة، أنت في مكان وتنشأ هذا لمكان بعيد منك ممكن. جيد، إذا وجدت المكان اضغط على تم. جيد، الآن انتهينا من هذه المراحل. جيد، تعال إلى تحت هنا، تعال إلى هنا، يقع المدرسة في أكرا هذا يقع إلى أي مكان؟ ممكن تكتب أيضا أكرا مدينة مثلا، مدينة، هذه ليس يعني الصحيح، يعني كما قلت مدينة أكرا. جيد، وامشي واتركه هكذا مدينة أكرا، وتعال تحت هنا ساعات العمل. جيد، شوف الآن أن المدرسة هذه ساعات العمل، يعني ممكن يكون من الساعة 8 إلى 9 إلى الساعة 1 يعني ظهرا، أم الساعة 3 ظهرا مثلا. جيد، أنت الذي تختار المكان، تشوف يعني يوم السبت مغلق، يوم الأحد مغلق مثلا، يوم الاثنين أنت شوف يوم السبت مغلق، يوم الأحد مغلق، يوم الاثنين يعني أنت شوف يوم الاثنين المدارس في غانا هنا يوم الاثنين ليس مغلق، أنت أخرج الإغلاق هكذا، وضع الساعات مثلا وقت الفت يعني من ساعة، ضع الساعات مثلا من ساعة 8 أين هو ساعة 3 جيد ساعة 8 صباحا، يعني هنا 8 جيد 8 ونص أم 8 تماما. جيد، هكذا 8 ساعة وقت الإغلاق، يعني مثلا ساعة 3:30. جيد، إذا انتهيت تعال هنا ترى حفظ، احفظ يعني افعل هذا لكل ما يناسب، ما يناسب يعني ما أنت تفعل، إذا كان مطعما أو يعني حديقة حيوانات أي شيء، يعني حتى الناس يرونها. انظر تحت هنا تعديل كل ساعات، يعني ممكن تعدل كل ساعات إلى مرة، يعني تعديل الأيام الأحد والخميس، يعني حسب ما تريد أنت. إذا شفت هنا تجد التعديلات التي ممكن تفعلها يعني بسهولة. يعني جيد، إذا نزلت هنا ترى إضافة الصورة، أنت تضيف صورة المكان، يعني الخريطة صورة المكان مثلا، أنت تضع أي صورة ما يناسب الموضوع، يعني الصورة ما يناسب الموضوع. جيد، مثلا هذا مثال يعني ليس صحيح، يعني كما قلت بعد ما تجري صورة تحت إلى تحت هنا اختيار تختار الصورة. جيد، عندما يبحث عن مدرسة أكرا هذه صورة ستطلع في البحث، وكل من يعرف المكان مثلا إن لم يسمع عنه أصلا إذا رأى الصورة مباشرة يعرف المكان هذا في مكان فلاني كذا، وسيرى الموقع ممكن يستطيع أن يمشي إليه. بعد هذا احفظ. جيد، يعني إذا نظرنا تقريبا لم ننتهي، هنا تاريخ الافتتاح،
ممكن تضع موقع إلكتروني، إذا عندك موقع إلكتروني ممكن تضع، وإذا كان معك صورة يعني وضعنا صورة المكان جيد. بعد هذا إذا أردت تمزي مزيد من المعلومات، عندك بعض المعلومات تريد أن تزيد، أم إذا كان هذا ما عندك تضغط على إرسال هكذا وانتهى. إذا رأينا شوف قد يكون المكان موجودا من قبل، معناه هذا الاسم الذي اخترنا لقد كان موجودا، معناه ممكن تضع اسم لم يكن موجودا. أم إذا رأيت هكذا شوف هذا مكان وضع عليه نفس الاسم الذي وضعنا الآن، جيد. ممكن ترسل كما قال ارسل على أي حال، يعني أنت لا تبالي اسم موجود أم ليس موجود، تزيد ارسل. الآن ذهب الاسم، رأيت. نشكرك على مشاركة المحتوى ومساعدة الآخرين على خرائط جوجل، جيد. معناه نحن نساعد جوجل في نشر أعمالهم، يعني باختصارا هكذا سهل بسهولة هكذا. وأرجو منكم اشتراك يعني على الموقع هذا، الذي لم يكن مشاركا يشاركنا ويفعل لايك، يعني يهتم بالفيديوهات التي تأتيهم. وجزاكم الله خيرا، أعتقد وصل المعلومة، إن لم تصل يعني كل إذا كان لك استفسار أي شيء ضع في الاستفسارات، وإن شاء الله أنا سأقرأها وأرد عليك. وجزاكم الله خيرا.